مرحبا بكم من جديد في تتمة تمارين درس قياس الكتل الآن مع تمارين الصفحة الواحدة والستون التمرين السابع عشر ألاحظ الموازين إذا لدينا هنا ثلاثة موازين ثم أرتب الأشياء من الأخف إلى الأثقل باستعمال الأعداد واحد اثنان ثلاثة إذا لدينا هذا الميزان الاول اذا الكتاب كم وزنه لاحظ معي ركزوا معي على الابره ابره الميزان فهي متوازنه وهو ما يعني على ان هذا الكتاب فوزنه فهو يساوي كم يساوي 500 غرام ثم هنا وزن الاقلام الملونه اذا عندنا هنا في هذه الكفة الاقلام الملونه فهذا هذه الكفه صنجه من فئه 500 غرام كما نلاحظ فوزن الصنجه فهو اكبر من وزن الاقلام الملونه بمعنى اخر الاقلام الملونه كتلتها اقل اقل من 500 غرام لماذا لاننا كنلاحظوا هنايا على ان ابره الميزان فهي تميل نحو الصنجه لي الكتلة ديالها 500 غرام ثم في هذا الميزان الثالث عندنا صنجة من فئة 500 غرام أيضا وعندنا هذا الكيس وإبرة الميزان تميل نحو الكيس هذا يعني على أن وزن الكيس أو كتلة الكيس فهي أكبر من 500 غرام إذا هنا قلنا الكيس كتلته أكبر من 500 غرام اذا من بعد ما عرفنا هذا الكتاب كتلته 500 غرام الاقلام الملونه علبه الاقلام الملونه اقل من 500 غرام والكيس اكبر من 500 غرام الان يمكننا ان نرتب هذه الاشياء من الاخف الى الاثقل اذا ما هو الشيء الاخف اذا اخف شيء هو اللي الكتله ديالو اقل من 500 غرام هو علبه الاقلام الملونه إذا غنعطيوها رقم واحد. ثم بعدها الكتاب حيث الوزن دياله ي... الكتلة دياله تساوي خمسمائة غرام. إذا نعطيه رقم اثنان. ثم هنا أن هذا الكيس فكتلته أكبر من خمسمائة جرام إذا ه... هو الأثقل. إذا نعطيه رقم ثلاثة وغنكونو رتبناهم من الأخف إلى الأثقل. التمرين الثامن عشر. أرتب تزايديا قياسات الكتل إذا أمامنا هذه الكتل خمسة آلاف كيلوغرام اثنان طن أربعون قنطارا و وسبعون ألف كيلوغرام إذا كما نلاحظ فهذه الكتل غير موحدة الوحدة لذلك سنحولها إلى نفس الوحدة إذا عندنا هنا الكيلوغرام وهنا الكيلوغرام إذا حتى هاد اثنان طن وهاد أربعون قنطارا نحولها ايضا الى الكيلوغرام وبعد ذلك سنرتب تزايديا اي من الاخف الى الاثقل اذا نبدا بهاد 2 طن اذا غنمشيو لخانه الطن اللي هي هذه ونكتبو 2 هكذا في خانه الطن ونحولها الى الكيلوغرام ونضيف الاصفار حتى نوصلوا لخانه الكيلوغرام ونوقف اذا هذه هي خانه الكيلوغرام اذا هي تساوي 2000 كيلوغرام اذا 2 طن تساوي ألفين كيلو غرام ثم أربعون طن أيضا سنحولها إلى الكيلوغرام إذا نمشيو للجدول نكتبو أربعون طن هكذا ونضيفو الأصفار حتى نوصلو لخانة الكيلوغرام ونوقفه. إذا أربعون طن أو عفوا أربعون قنطار عفوا أربعون قنطار وليس أربعون طن إذا أربعون قنطار إذا أربعون قنطار نضيفو الأصفار ونوقف عند خانة الكيلوغرام إذا تساوي أربعة آلاف كيلوغرام إذا أربعون قنطار فهي تساوي أربعة آلاف كيلوغرام الآن سنرتبها إذا عندنا خمسة آلاف كيلوغرام ألفين كيلوغرام أربعة آلاف كيلوغرام وثمانية وسبعون ألف كيلوغرام إذا سنرتبها تزايديا أي من الأخف إلى الأثقل إذا أخف كتلة هنا هي ألفين كيلوغرام أي اثنان طن إذا غنديروها هي الأولى ثم بعد منها أربعون قنطار أي أربعة آلاف كيلوغرام إذا أربعون قنطار وبعدها خمسة آلاف كيلوغرام وأخيرا غتكون عندنا تمانية وسبعون ألف كيلوغرام هي أثقل كتلة التمرين التاسع عشر أقارن قياسات الكتل باستخدام أكبر أصغر أصغر أو تساوي أو أكبر إذا عندنا هنا سبعة كيلوغرام وثمانية غرام سنقارنها مع سبعمائة وتسعة وسبعون ديكا غرام إذا غنشوفو هذه الكتلة هذه غنحولها غنحولوها لديكا غرام ونقارن بيناتهم اذا غناخذوا ايضا جدول وحدات قياس الكتل اذا عندنا 7 كيلوغرام اذا نمشيو لخانات الكيلوغرام ونكتبوها هنايا 7 ثم 800 غرام اذا نمشيو لخانات الغرام هي هذه ونكتبوا فيها 800 ونجمعوا اذا عندنا ان كم عندنا 7000 و800 غرام هاد 7800 غرام غادي نحولوها للديكا غرام باش نحولوها للديكا غرام غادي نحذفو هذا الصفر هذا اذا الا هذا الصفر غتعطي لنا 780 ديكا غرام و780 ديكا غرام فهي اكبر من 779 ديكا غرام ثم عندنا ثلاثة غرام وخمسة وسبعون سنتيغرام سنقارنها مع ثلاثة الاف وسبعمئة وخمسون مليغرام إذا غندون أيضا في الجدول هاد ثلاثة غرام ثم خمسة وسبعون سنتيغرام هكذا إذا هادشي كامل غيكون عندنا فيه كم من سنتيغرام يكون عندنا 375 سنتي جرام اذا غادي نحولها الى الجرام كم تساوي من جرام تساوي 3750 جرام اذا كيف ما كنلاحظوا ف 3570 ميلي جرام فهي تساوي اللي عندنا في الجهه الاخرى 3750 ميلي جرام اذا هذو متساويان يعني. ثم عندنا أربعة طن وخمسة قنطار إذا أربعة طن وخمسة قنطار غنقارنوها مع ستون قنطار إذا هاد أربعة طن وخمسة قنطار فهي كتعطينا كم من قنطار خمسة وأربعون قنطار وبالتالي في خمسة وأربعون قنطار أصغر من ستون قنطار الآن تمرين العشرون أحيط بخط الكتلة التي أراها صحيحة فيما يلي إذا كتلة رضيع عند الولادة إذا واحد الرضيع عند الولادة كم تكون كتلته ثلاثة كيلوغرام ثلاثة غرام أم ثلاثة قنطار إذا الكتلة المناسبة له هي ثلاثة كيلوغرام أما ثلاثة غرام رها صغيرة جدا أيضا ثلاثة قنطار رها هي ثلاثة أو هي ثلاثة مئة كيلوغرام يعني راها كبيرة جدا بالنسبة للرضيع ثم كتلة سيارة هل هي ثمانية عشر ألف غرام هذه صغيرة على الكتلة السيارة ثمانية كيلوغرام إذا أيضا صغيرة ما كنش شي سيارة اللي غيكون فيها ثمانية كيلوغرام وهي سيارة حقيقية راها صغيرة إذا الكتلة المناسبة هي ثمانمائة كيلوغرام ثم كتلة قنينة بها لتر ونصف من الماء اذا واحد القنينه فيها لتر ونصف من الماء هل ستكون كتلتها 15 كيلوغرام هذه بزاف ام واحد قنطار واش قنينه فيها لتر ونصف الماء غيكون فيها واحد قنطار و50 كيلوغرام هذه راه بزاف اذا الكتله اللي غتكون مناسبه لها هي واحد كيلوغرام و500 غرام الان التمرين الواحد والعشرون الاحظ واكمل الجدولين التاليين اذا لدينا 20 طن كم فيها من قنطار وكم فيها من كيلوغرام اذا هنا ممكن ايضا نستعمل الجدول اذا 20 طن نمشيو لخانه الطن ونكتبو 20 هكذا اذا كم فيها من قنطار اذا نضيف واحد الصفر باش نوصلو للقنطار اذا فيها كيف ما كتلاحظو 200 ثم كم فيها من كيلوغرام، إذا نضيف الأصفار حتى نصل للكيلوغرام، إذا وصلنا هنا للكيلوغرام، إذا فيها عشرون ألف كيلوغرام، ثم عندنا سبعة آلاف كيلوغرام، إذا غنكتبوها هنا في الجدول هكذا، إذا كم فيها من طن، إذا باش نعرفو، نشوفو بعدا كم فيها من قنطار، إذا غنمشيو لهنا. الخانة ديال القنطار غنحذفو الصفر وهذا الصفر غتبقى فيها كم من قنطار سبعون قنطارا ثم كم فيها من طن إذا غنحذفو هاد الصفر ونوقفو غير عند الطن إذا فيها سبعة طن ثم عندنا هنا مئة وثمانون قنطارا إذا نكتبوها في الجدول هكذا إذا مئة وثمانون قنطارا كم فيها من طن إذا لحيدنا هذا الصفر فغيبقى لنا فيها ثمانية عشر طنا ثم كم فيها من كيلوغرام إذا باش نشوفو كم فيها من كيلوغرام غنكملو بالأصفار حتى الكيلوغرام إذا حتى لهنا ونوقفو في خانة الكيلوغرام إذا فيها ثمانية عشر ألف كيلوغرام ثم عندنا أربعة آلاف كيلوغرام إذا نكتبوها أيضا في الجدول هكذا ونشوفو كم فيها من قنطار اذا باش نعرفو كم فيها من قنطار غنحذفو الاصفار حتى نوصلو لخانه القنطار اذا هنا خانه القنطار اذا فيها أربعون قنطارا ثم الطن غنزيدو نحذفو هاد الصفر غيبقى لنا فيها اربعه اطنان ايضا عندنا خمسة عشر الف كيلوغرام اذا نمشيو لخانه الكيلوغرام هنايا ونكتبو هاد خمسة عشر الف هكذا ونشوفو كم فيها من قنطار غنحذفوا الاصفار حتى لخانه القنطار ونوقفوا اذا هذه هي خانه القنطار اذا فيها مئة وخمسون قنطارا ثم كم فيها من طن غنحذفوا هذا الصفر ونوقفوا عند الطن اذا فيها خمسة عشر طنا ثم هنا عندنا 30 قنطارا اذا ثلاثون قنطارا غنمشيو لخانه القنطار وندونوها هكذا في الجدول نشوفوا كم فيها من طن اذا باش نشوفوا كم فيها من طن خصنا هذا هاد الصفر غتبقى لنا تلاتة أطنان ثم كان فيها من كيلوغرام نضيف الأصفار صفر صفر حتى لخانة الكيلوغرام ونوقفو إذا فيها ثلاثة آلاف كيلوغرام نمر الآن إلى الجدول الثاني إذا لدينا هنا أربعة كيلوغرام إذا نكتبوها هكذا في الجدول في خانة الكيلوغرام سنحولها إلى الهكتوغرام سنضيف صفر إذا فيها كم أربعون هيكتوغرام ثم الديكاغرام سنضيف صفر آخر لنصل لخانة الديكاغرام إذا فيها أربعمائة ديكاغرام ثم سنحولها إلى الجرام إذا سنضيف صفر آخر إذن أربعة آلاف جرام ثم هنا عندنا مئة وسبعون هكتوغرام إذا غنمشيو الخانة الهكتوغرام اللي هي هذه نكتب مئة وسبعون هكذا، إذن سنحولها إلى الديكاغرام سنضيف صفر اذا تساوي ألف ديكاغرام، ثم سنحولها إلى إلى الجرام أيضا سنضيف صفر آخر إذن تساوي سبعة عشر ألف جرام، ثم سنحولها إلى الكيلو أو عفواً نعم الى الكيلو غرام اذا باش نحولوها للكيلوغرام الاصفار نحذفو هاد الصفر هاد الصفر هاد الصفر حتى لخانة الكيلوغرام غرام ونوقفو اذا وقفنا عند سبعة عشر كيلو غرام ثم هنا عندنا ستة الاف غرام اذا سنكتبها بداية في الجدول اذا هذه ستة الاف غرام اذا كم فيها من ديكا غرام اذا غنحذفو هاد الصفر غتبقى لنا 600 ديكا غرام ثم كم فيها من هيكتوغرام اذا غنحذفو هاد الصفر ونوقفو عند الهيكتوغرام اذا فيها 60 هيكتوغرام ثم كم فيها من كيلوغرام اذا غنحذفو هاد الصفر ونوقفو عند الكيلوغرام اذا غتبقى لنا 6 كيلوغرام ثم هنا عندنا 2300 ديكا غرام فيها 23 كيلوغرام ثم كم فيها من هكتوغرام ومن كيلوغرام اذا غناخذوا هاد 23 كيلوغرام نكتبوها هكذا في الجدول اذا باش نشوفوا كم فيها من هكتوغرام غنزيدوا الصفر ونوقفوا في خانه الهكتوغرام اذا فيها 230 هكتوغرام لزنا صفر اخر غنلقاو فيها 2300 ديكاغرام ونزيدوا صفر اخر غنلقاو فيها 23000 جرام ثم هنا عندنا خمسون هكتوغرام اذا نمشيو لخانة الهكتوغرام ونكتبو خمسون هكذا اذا خمسون كم فيها من ديكا جرام اذا غنضيف واحد الصفر غنلقاو خمسمائة ديكا جرام ثم كم فيها من غرام؟ غنضيفو صفر اخر غنلقاو فيها خمسة آلاف أو عفوا هنا خمسمائة جرام ديكا جرام هنا لضفنا صفر غنلقاو خمسة آلاف ديكا أو خمسة آلاف جرام، ثم كم فيها من كيلوغرام، إذا كيلوغرام غنحذفو هاد الصفر وهاد الأصفار بتلاتة ونوقفو في خانة الكيلوغرام غنلقاو فيها خمسة كيلوغرام، وأخيرا لدينا مئة جرام. اذا 100 غرام غ... غن... م... عفوا 100 ديكا غنمشيو لخانه ديكاغرام ونكتبو فيها 100 ديكا هكذا المطلوب ان نحولها بدايه سنحولها الى الجرام اذا نضيف الصفر ونوقفو في خانه الجرام اذا فيها كم 1000 جرام ثم كم فيها من هيكتوغرام اذا غنحذفوا الاصفار حتى نوصلو لخانه الهيكتوغرام اذا بقات لنا 10 هيكتو غرام ثم كم فيها من كيلوغرام اذا هذا الصفر غنوقفوا في خانه الكيلوغرام اذا فيها واحد كيلو غرام الان التمرين الثاني والعشرون اذا كان قياس كتله كله واحده هو عشرة غرام ما هي الصنجات التي ساستخدمها ليصبح الميزان في توازن اذا عندنا كتلتي الميزان إبرة الميزان تميل نحو الكلات أو الكلال عفوا الكولال الآن هاد الكلال كل كل واحدة كتلتها هي عشرة غرام إذا شحال خصنا نديرو هنايا ديال شنو هي الصنجات اللي ممكن نعملوها هنايا باش يولي عندنا التوازن اذا اولا غنحسبوا هنا شحال من كل اذا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة اذا عندنا عشرة ديال الكولال كل وحدة الكتلة ديالها عشرة غرام اذا هنا غتكون عندنا مئة غرام هي كتلة الكولال وبالتالي هنايا ممكن نديرو مثلا ديرو جوج ديال الصنجات كل وحدة الكتلة ديالها خمسين غرام اذا هذه خمسين غرام وهذه أيضا الكتلة ديالها خمسين غرام إذن خمسين غرام وخمسون خمسون غراما إذن هنا ممكن نقولو آه صنجتان صنجتان من فئات خمسين غرام أو نديرو صنجة واحدة من فئات مئة غرام أو خمسة ديال الصنجات من فئة عشرين غرام إلى غير ذلك التمرين الثالث والعشرون ألاحظ كفتي الميزان كم من علبة مربى ينبغي إضافتها لإقامة التوازن إذا هنا عندنا غير علبة مربى واحدة اللي الكتلة ديالها سبعمائة وخمسون غراما وفي الكفة الثانية عندنا مجموعة من الصنجات اللي اللي الكتله ديالهم اكبر من كتله المربع غنحسبوا بعدا كتله هاد الصنجات ونشوفوا شحال خصنا نزيدو من علبه ديال المربع باش يولي عندنا الميزان متوازن اذا عندنا واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة ستة اذا عندنا ستة ديال الصنجات كل وحدة الكتلة ديالها خمسمية غرام اذا ستة في خمسمائة اذا هدي غتعطينا ثلاثة الاف غرام وهنا عندنا غير 750 غرام اذا خصنا من علبه ديال المربى اذا 700 ممكن نزيدو مثلا ثلاثة ديال, ديال المربى ولكن باش نتاكدوا غنديروا 750 اللي هي الكتله ديال كتلة كل علبه مربى واحده نضربوها في أربعة ونشوف واش تعطينا 3000 اذا في أربعة في الصفر صفر أربعة في خمسة عشرون أكتبوا الصفر وأحتفظ بإثنان أربعة في سبعة ثمانية وعشرون زائد إثنان تساوي ثلاثون إذن ثلاثة آلاف جرام وبالتالي غيخصنا يكون عندنا هنا يا ربعة ديال العلب وحدة هي عندنا وغادي نضيفو ثلاث علب ولضفنا ضفنا تلات علب غيولي الميزان غيرجع متوازن ومتكافئ الآن التمرين الأخير وضع بشاحنة واحد الشاحنه وضعنا فيها خمسة وعشرون كيساً من القمح كتلة كل واحد منها هي قنطار واحد قنطار واحد كل قنطار واحد قنطار كيساوين مئة كيلو غرام إذا كانت كتلة الشاحنة وهي فارغة الفان وتسعمائة وخمسون كيلو اذا الشاحنه خاويه كتوزن 2950 كيلوغرام فهل تستطيع هذه الشاحنه وهي تنقل القمح المرور بقنطره لا تستطيع تحمل اكثر من 5 طن 5 طن اي ما يساوي 5000 كيلوغرام اذا 5 طن كتساوي لنا 5000 كيلوغرام اذا باش نشوفوا هذا الشاحنه هل يمكنها ان تمر بهذه القنطره خصنا نحسبوا كتله كتلة آه القمح وكتلة الشاحنة في نفس الوقت ونقارنها مع خمسة آلاف كيلوغرام إذا عندنا بعدا باش كتلة القمح عندنا خمسة وعشرون قنطار آه عفوا نعم خمسة وعشرون قنطار وقلنا كل قنطار يساوي مئة كيلوغرام أي خمس أو ألفان وخمس كيلوغرام هذه هي كتلة القمح. غنزيد عليها كتلة الشاحنة وهي فارغة اللي هي ألفان وتسعمائة وخمسة. إذن هذه كتلة الشاحنة والقمح. إذن كتلة القمح والشاحنة. إذا غنديرو عملية الجمع ونقارنو إذا ألفان وخمس 25, ألفان وخمس مئة زائد ألفان وتسعة وخمسون إذا صفر خمسة خمسة زائد تسعة أربعة عشر أكتبو أربعة وأحتفظ بالواحد اثنان زائد اثنان أربعة زائد واحد خمسة إذا خمسة آلاف وأربعمائة وخمسون خمسة ألاف وأربعمائة وخمسون كيلو غراما إذا هذه كتلة الشاحنة وكتلة القمح كذلك إذا غنقارنوها مع خمسة طن أو اللي كتساوي لنا قلنا خمسة آلاف كيلو غراما إذا كيف ما كنلاحظو فكتلة الشاحنة والقمح أكبر أكبر من كتلة أو, أو عفوا أكبر من مما يمكن للقنطرة أن تتحمله وهو خمسة آلاف كيلوغرام وبالتالي هذه الشاحنة ميمكن لهاش تمر فوق هاته القنطرة لأن الكتلة اللي ستكون حاملة أكبر من كتلة أو أو أكبر مما تتحمله القنطرة إذا لا يمكن إذا لا تستطيع لا تستطيع الشاحنه المرور فوق فوق هذه القنطره انتهى